اعرف بلادك كالعاده برعايه الفيرست ديليفري. شكون يعرف مرسى الامراء وين جات يا سيدي عبد الستار؟ مرسى نورمالمون سي عبد الستار يعرف. مرسى الامراء نتاع امراء نتاع امراء نتاع سي عبد الستار. النجده سي عبد الستار في الخليج هكا؟ اي في الخليج نتاع تونس. دكتور عندك فكره؟ ما عنديش فكره. شيء يكون مرسى حاجه. مرسى الامراء. لا لا يا سيدي مرسى الامراء يا سيدي وتفرجوا التصاور الجميله اللي باش نعرضوهم. موجودة في منطقة تكلسة في جندوبة المدينة الأمازيغية. تكلسة تكلسة ما ولاية نابل. ولاية نابل شنو هي؟ لا 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 هو قال لي جندوبة. لا لا تكلسة ولاية نابل وهي المدينة الأمازيغية المزيانة الموجودة على الساحل الشمالي. لا مش مع بعضنا الوطن القبلي تحديدا في ولاية نابل أو شبه جزيرة الرأس الطيب اللي هي واحدة من أهم المناطق الساحلية الموجودة في قارة أفريقيا. ردوا بالكم قصر مرسى الأمراء اللي يرجع تأسيسه للعهد الروماني هو واحد من أكثر القلاع اللي تضفي على المنظر الطبيعي زين على زين. وهذا علاش البحر هذا اسمه شاطئ مرسى الأمراء بورو برانس. وتبقى تكلسة واحدة من الأمثلة الرائعة للسياحة الثقافية اللي يميزها القصر المطل على البحر الأبيض المتوسط. لكن للأسف مرة أخرى نقوله مش ماخذة حقها كما يلزم. هذه فقرة اعرف بلادك برعاية فيرست ديليفري اول شركة توصيل في تونس اللي تضمن الوصول لاي بلاصة على كامل التراب الجمهورية. فيرست ديليفري هي الشركة اللي مشروعك يكبر معها وبالك مرتاح. فيرست ديليفري فوتر بارتنير دو ليفريزون نمبر 1 على كامل تراب الجمهورية من شمال للجنوب 7/7. تحية الفيرست ديليفري وهذه كانت فقرة اعرف بلادك.